يعني برج الجوزاء انت مو يعني انت مو يعني شخص قال لك كلمة اثر عليك كذا، اكو شخص قال لك مثلا انت ما حلو، او انه اكو اوه شنو هذا العيب اللي بيك، مو شرط هو يكون صادق، ممكن هذا الشخص يكون هو متقصد قال لك هاي الكلمة حتى يقلل من ثقتك بنفسك او يقلل من قيمتك. انت المفروض ما تنطي مجال لهذا الشخص وما تثبت له هذا الشيء، فخلي ثقتك بنفسك عالية. انت اساسا يعني متجدد دائما وجميل، فاذا اكو احد قال لك هيك كلمة، او ممكن تكون الطاقة بعدها يعني هسه ما متحققة، ممكن شخص بالفترة الجاية راح يجي راح يحكي وياك هاي الكلمة، فاذا بعد هذا الشخص ما ظهر بحياتك وما حاكي او ما تصرف هذا التصرف، مثلا هو تركك وراح الشخص وجزء انت رحت وراه بعدين، انه هنا عندك طاقة مراقبة، راقبته وشفت الشخص اللي هو راح وياه، ممكن شفت انه هو شخص يعني حلو او مهتم بنفسه زيادة وعنده جاذبية، فهذا الشيء سبب لك قلة ثقة بنفسك. انت العيب مو بيك، انت ما بيك عيب، ومو شرط اذا كان هذا الشخص يعني اجمل انه هو احسن منك. اكو اشياء ما تنقاس بالشكل، تنقاس بالروح. ف البعض منكم محتاج يسوي استشفاء، محتاج انه يرجع ثقته بنفسه مثل الاول واكثر بعد، هذا الشيء كلش ضروري لان راح ياثر عليك مستقبلا اساسا على الوضع العاطفي، هذا الشيء مأثر عليك، انت ما قاعد تقدر اساسا تبدا بدايه جديده، راح احكي لكم اياها بالتفصيل من نوصل للوضع العاطفي. هسه خلونا نبلش بالطاقه العامه لبرج الجوزاء. طبعا هاي ورقتين طلعوا لي بالبدايه، اول ورقتين لك وانا اخلط الاوراق وحبيت اركز عليهم لانه حسيت انهم مهمين. الطاقه العامه لك يا برج الجوزاء بالفتره الحاليه، اني اشوف انه انت عندك طاقه مراقبه عاليه لشخص، تحس انه هذا الشخص عنده اسرار، هذا الشخص ممكن تحس انه هو عنده طرف ثالث، بعض منكم هو فعلا هذا الشخص عنده طرف ثالث، وانت اساسا هذا الشيء راح تكشفه عن قريب اذا ما كشفته، ان هاي الطاقة الحالية، فممكن انت تكون كاشف هذا الشيء او انت متأكد منه، ولكن لحد الان انت ما لازم شيء بايدك. فاشوف عندك طاقة بحث الفترة الجاية، طاقة مراقبة بحث للشريك، لانه عندك شك انه هو بالفترة الحالية اكو طرف ثالث موجود بحياته ويشكك بمحله راح يكون، وانت راح تكتشف هذا الشيء لان هنا السفن اوف سورد مقلوبة، فهذا الحرامي انكشف، الورقة انقلبت بعد. فالفترة الجاية انت راح تكشف سر عن الشخص اللي انت حاليا قاعد تدور وراه. الشخص اللي وراك اشوف انه اكو شخص منسحب عنك شوية، عنده عواطف مكبوتة تجاهك، ممكن هذا الشخص يكون مو الشخص اللي انت حاليا قاعد تدور وراه، لا على الاغلب اشوف هذا شخص جديد، او ممكن شخص من الماضي وطالع من حياتك صار له فترة ودي يراقبك من بعيد، بس هو متردد انه هو يتقدم خطوة تجاهك ويبدأ وياك بداية جديدة، او حتى يطلب منك بداية جديدة. اشوف اكو هنا عواطف مكبوتة، بس هذا الشخص راح يفقد السيطرة على مشاعره وراح يحاول انه هو يجي يحكي وياك الفترة الجاية، بس للأسف انه اشوف ظهور هذا الشخص راح يكون بوقت غلط، لان انت راح تكون بيه مجروح او دا تعاني من انفصال مؤلم، فممكن هذا الشخص يكون ظهر بحياتك بعد انفصال مؤلم انت مريت بيه او دا تمر بيه حاليا، فلهالسبب انت يعني سبحان الله هي الاوراق قعدت السلسلة القصة انقرت بس من الطاقة العامة. انت دا تحاول تدافع عن نفسك تحمي مشاعرك وما تنطي فرصة، انه انت خايف، انت مثل ما قلت لك انت اوريدي طالع من انفصال مؤلم، اكو انفصال مؤلم وحاليا انت بطاقة الشفاء، دا تحاول انه تستجمع نفسك ودا تحس انه انت مو غير قادر على انه حاليا تبدأ بداية جديدة او تدخل بمعركة ثانية، لانه العلاقة اللي انت كنت سابقا بها كانت علاقة متعبة، هواية اضطريت تحارب، هواية اضطريت تواجه ناس، هواية حاولت انه تحافظ عليها، ولكن بالمقابل الشخص اللي انت كنت تحاول تحافظ على علاقتك وياه هو كان مقد الثقة، لانه اشوف اكو طرف ثالث هنا موجود بيناتكم والانفصال اللي بينكم مؤلم كان، فلهالسبب انت خايف انه تفتح قلبك، انت خايف تنجرح مرة ثانية يا برج جوزاء، عندك مخاوف من الرفض او مخاوف انه ترجع تنعاد بيك الاشياء اللي صارت قبل، فلهالسبب انت دا تحاول
مشاعرك بالفترة الحالية تتركها وتستمر بتباعدك أو مخاوفك وقلقك. عندك مخاوف إنه أكو شخص راح يخونك بكل لحظة، أكو شخص راح يتركك. حاول إنه تكمل فترة الشفاء اللي أنت بها، لا تتردد حاليا إنه يعني تاخذ خطوة جديدة. أنا أشوف فترة، خذ فترة استراحة مثل ما نقول، حاول تطلع من الألم اللي أنت بيه، كمل استشفائك وبعدها ابدأ بداية جديدة ويا الشخص اللي جايك. هسه احنا فصلنا الوضع العاطفي قبل ما نحكي العملي، خلونا ننتقل للصعيد العملي. الصعيد العملي يا برج الجوزاء، اشوف انه برج الجوزاء البعض من عندكم ممكن قبل ما هاي الظروف تصير كنت منتظر عمل، اكو شغل ممكن احد كان واعدك بيه، وكنت تشتغل اكثر من شغله في سبيل انه توفر مصاريف البيت اذا كنت انت مسؤول عن عائله. طبعا لان القراءه عامه فممكن يكونون اكو رجال ايضا متابعين للقراءه، فكان اكو عمل ببالك او ممكن حتى عمليا يعني كنت تحاول تشتغل في سبيل انه توفر احتياجات المنزل. بالفترة الحالية أشوف بعد ظروف الحظر والمعرفش، أشوف أنه أنت حاليا ما عندك شغل، أو نقول يعني شغلك في تراجع، قاعد يتراجع يتراجع يتراجع. هذا الشيء ده يأثر على نفسيتك هواية، وده يأثر على بيتك على مصاريفك. فدا أشوف عندك تفكير كلش كبير بالعائلة، والبعض من عندكم أشوف أيضا ممكن كان عنده بيع، يعني يريد يشتري عقار أو حتى يبيع يعني كشراء منزل أو بيع منزل، وبس هذا العقار اللي موجود حاليا انت هواي قاعد تفكر، هواي تريد انه هذا الموضوع يخلص ويتم، بس ما قاعد يتم، قاعد تصير تأجيلات ورا تأجيلات تأجيلات ورا تأجيلات. فإذا كنت انت عندك نقلة اذا تحاول تنتقل يعني، فالنقلة متوقفة حاليا وهذا الشيء محبطك. وإذا كنت ناوي أيضا تشتري هم هذا الشيء متوقف، فعندك طاقة إحباط بموضوع يخص منزل، أو ممكن حتى إصلاحات عندك ضرورية بالمنزل بس أنت ما قاعد تقدر إنه تصلحها بالفترة الحالية بسبب قلة المصاريف اللي موجودة. عندي طاقة بيت هنا أنا طالعة، فممكن أنت تكون حاليا يعني تفكيرك وتركيزك الأساسي على البيت، موضوع بيت سواء كان إصلاحات أو شراء أو بيع، هذا أو حتى نقل من مكان لمكان. اكو نقلة ولكن قلت لك اكو شوية تأخيرات. الامور خلال 6 اسابيع ان شاء الله للناس اللي منتظرين نقلة او يعني كعقار منزل، خلال 6 اسابيع اشوف الامور راح تبلش تتحرك، واوريدي اكو موجودة نقلة، فاكو نقلة لك خلال 6 اسابيع. هسه خلونا نيجي على الصعيد الصحي. على الصعيد الصحي اشوف برج الجوزاء البعض من عندكم قاعد يعاني من الام بالاقدام ومأثرة عليه هواية، وأيضا أشوف البعض الثاني بالنسبة للنساء أشوف أكو حمل، أما أنتي حاليا حامل أو راح يكون عندك حمل، بس الحمل راح يكون متعب. فاللي مطلوب منك بالنسبة لبرج الجوزاء النساء الحوامل، المطلوب من عندك إنه تحافظين أو ديرين بالك على نفسك خلال هاي الفترة بأي مواضيع، يعني بمواضيع تخص الحمل والولادة. فممكن انه اما انت كنت حامل، وهذا على الاغلب انه اكو بعض النساء حوامل حاليا، فهذا الشيء ده ينطيك اشارة انه خلي بالك من نفسك هاي الفترة، وحملك شوية راح يكون متعب بالنسبة لك اذا كان حملك جديد. فاكو حمل متعب راح يكون اللي يريده من عندك، يعني ان شاء الله ما يعني خير، لا تخافون، بس حاولي انه تهتمين بنفسك وتركزين على نفسك بصورة قوية خلال هاي الفترة، لانه هنا قاعد اشوف متاعب على صعيد الحمل. هاي بالنسبة للنساء وللصحة. اما بالنسبة خلينا نشوف الوضع العائلي لبرج الجوزاء. برج الجوزاء على صعيد العائلة اشوف انت ممكن عندك خلاف ويا احد من العائلة، كأن يكون اخ او اخت، على الاغلب يكون اخ، صاير بينك وبينه كلام، او ممكن هذا الاخ او مو شرط اخ يعني شخص من العائلة ماخذ منك حق، او انه هو حاكي عليك شي ظلم. المهم قاعد اشوف انه الك حق يم شخص من العائلة، وانت نوعا ما مأيس انه هذا الشخص راح يرجع لك حقك، منتظر من عنده انه هو يجي يصالحك او حتى يرجع لك الحق اللي ماخذه من عندك. ولكن هذا الشخص اشوفه شوية كلامه حاد، فاحذر بعض النزاعات مع الاخوة خلال هاي الفترة،
يا برج الجوزاء، وخاصة على الأشياء ممكن تخص نقول أوضاع مادية كورث، يعني أشياء تخص المادة بالذات. فأشوف أكو إحباط عندك من ناحية هذا الشخص اللي موجود بالعائلة، بس الأمور تبلش تتصلح بعد رسالة وتدخل من شخص. أكو شخص راح يتدخل، ممكن تجيك رسالة وراح تنحل، يعني هي مشكلة ممكن راح تصير طفيفة بس تنحل بعدها، لا تخافون. خلونا هسه نجي بالتفصيل على الوضع العاطفي. حكينا هواية احنا ببداية الفيديو على الطاقة العامة، هسه خلونا نركز على الصعيد العاطفي بشكل تام. برج الجوزاء مثل ما قلت لكم طلعت لي هنا طاقة المنفصلين. المنفصلين قاعد اشوف انه انت تريد تبدي بداية جديدة، ولكن انت ما عندك القوة انه انت تبدي بداية جديدة، ما عندك القدرة، انت مواثق من نفسك زيادة، نفس الوقت عندك مخاوف انه انت تغامر بالفترة الحالية. اكو تردد، ممكن اكو اشخاص حاليا بحياتك موجودين دي يحاولون انه يتقربون من عندك، ولكن انت ما قاعد تعرف شو تريد. اكو هواية اشخاص خاصة بالتواصل دا يحاولون يتواصلون وياك، دا يحاولون انه يتقربون من عندك، ولكن انت طاقتك العامة انت ما قاعد تقبل انه هذول الاشخاص يدخلون حياتك، لان عندك تردد، عندك مخاوف، عندك عدم ثقة بسبب ازمة مريت بيها من الماضي. ممكن هي نفسها تشمل الشخص اللي طالع من حياتك، صار له فترة، ممكن 6 شهور، ممكن 6 اسابيع. هذا الشخص من راح او من طلع من حياتك، ما طلع من حياتك بسهولة، لا، هو عرف احد عليك وانت اوريدي عرفت انه هذا الشخص كان عنده طرف ثالث، وهذا الشيء اللي سبب لك عدم الثقة بالنفس بالورقة اللي طلعت لك بالبداية. انت غير راضي عن وضعك بالفترة الحالية. نفس الوقت اشوف البعض من برج الجوزاء حاليا قاعد يحاولون انه يروحون منحى الاستقرار، منحى الزواج، انه هو ما يريد بعد يبقى سنجل، ما يريد يبقى يدخل بعلاقات فاشلة يطلع من عندها مجروح، لا، هو قاعد يفكر على مستوى يعني معين بالعلاقة. هو دا يريد علاقة تتكلل توصل للزواج، علاقة جدية، علاقة غير متعبة، عكس العلاقة اللي كان مار بيها بالسابق. علاقة كانت كلها تعب، كلها مسؤوليات، وكان بيها طرف ثالث موجود، وانت عندك علم بهذا الطرف الثالث، واذا ما كان عندك فراح الفترة الجاية تعرف، بس على الاغلب انت عارف. وهنا انا عندي اوراقه انه هذا الشخص كان عنده طرف ثالث، هذا الشخص هو كان متعبك بالعلاقة، مأثر عليك هواية ويجرح بالكلام. هذا الشخص يجرح بكلامه، يحب يسيطر، يعني يركز على العيوب اكثر من المميزات، يعني شخص سلبي، انسان سيء، رغم انه اشوف هذا الشيء ما متناسب ويا عمره. هو ممكن تكون طاقته شوية كبيرة، هنا أنا طالعة يمي، طالعة يمي طاقة الكوين، طاقة تينوفون، فهو يعني من تشوفه هو شخصية، هو شخص تعبان على نفسه، ممكن عنده مسؤوليات، ولكن هو نوعا ما أشوف إن هو يجرح بالكلام، هو بالكلام يحكي بصورة حادة وجريئة ويركز على العيوب. ممكن هو اللي يحاول يقلل من ثقتك بنفسك أو يقلل من قيمتك حتى يسيطر عليك. عنده هيك طاقة، أكو ناس تقلل من قيمتك وتصغرك بعين نفسك في سبيل هي تجي تسيطر عليك، حتى انت تقول اوه هذا الشخص قاعد يحكي وياي وهو هيك وهيك شايفني، او انه يقنعك انه انت بيك خطأ، يقنعك انه انت مثلا ما تستحق انه واحد ينطيك قيمة عالية، وبعدين هو يجي ينطيك هاي القيمة ويسيطر عليك بها. طبعا هاي شخصية الانسان النرجسي، واساسا هنا انا دا اشوف انه العلاقة مالتكم علاقة بها كارما كانت، فعلاقتكم كانت تدور بنفس المكان، كان بينكم اكو طرف ثالث مأثر على العلاقة، والطرف الثالث هنا هو امرأة طالعة يمي موجودة. فأما هذا الشخص ممكن يكون متزوج او تركك وراح الزواج، فانت هذا الشيء متعبك. بس اللي قاعد اشوفه انه العلاقة اللي بيناتكم القدر توقف عنها، فحتى هذا الشخص اذا رجع مرة ثانية، لانه انا اشوف انه راح يحاول يتواصل وياك هاي الفترة حتى لو كان بعيد، بس الرجوع ما راح يتم، يعني راح ترجعون حتى لو حكيتوا فترة راح ترجعون تفترقون، لأنه القدر اتوقف ان هو يدعم هاي العلاقة. العلاقة هاي توقفت خلاص، انتهت، بس انتوا اللي قاعد تحاولون انه تمشوها هنا، ود تقنعون نفسكم انه ماكو شي انتهى. هو ده يشوف انه ماكو شي انتهى، هو منتظر فترة ممكن انت تنسى موضوع الطرف الثالث اللي موجود واللي راح يظل اساسا موجود،
وبعدها راح يحاول يجي يحكي وياك ويصالحك، يأثر عليك بكلمة كلمتين، ويعرف انه انت عاطفي وهو مأثر عليك اساسا وموصلك الطاقة انه انت ما تقدر تبدي ويا شخص غيره، انه هو شخص المناسب وهو بس هو اللي رايدك وبس هو اللي معبرك مثل ما نقول، مع انه انت قيمتك اكبر، بس هو ده يحاول يوصل لك هاي الفكرة في سبيل يبقى مسيطر عليك. وش وقت ما يطلع من العلاقة يرجع مرة ثانية بيناتكم، يعني يرجع يحاول يظلل عليك ويرجعك إليه. فهذا الشخص النرجسي اللي موجود واللي عنده طرف ثالث بحياتك، هذا لا تنطيه فرصة. أنا أقول إنه اتركه، وأنت متردد إنه أنت تبدأ حاليا بعلاقة جديدة، وأنا أساسا قاعد أشوف إنه أنت من الغلط إنه تبدأ بعلاقة جديدة هسه، فتروى وأخذ فترة علاج لحد ما تحس نفسك إنه أنت يعني استعادت ثقتك بنفسك، رجعتها مرة ثانية، وحب نفسك أولا، يعني حب نفسك حتى الناس تحبك، هو أهم حب هو حب النفس. فما أقولك تصير أناني ومغرور، بس يعني حب النفس شرط، لازم تحب نفسك تقتنع بيها حتى المقابل يحبك، لأن احنا كلنا طاقة. فأنت هسه الطاقة اللي دا تصدرها للناس إنه أنت شخص ما عندك ثقة بنفسك، شخص مهزوز، فبالتالي راح يجيك شخص هو قاعد يدور على هيك فريسة، هي الطاقة راح تسحبه. ما راح يجي هذا الشخص إليك، راح يحاول مرة ثانية يسيطر عليك، راح يصير لك نفس الشيء اللي صار وياك ويا هذا الشخص، راح يحاول يرجع مرة ثانية هو يسيطر عليك، يسيطر على مشاعرك، وبعدها راح هم يتركك وراح تكون بحالة نفسية أسوأ من قبلها. فأول شيء حب نفسك، راجع نفسك، رجع ثقتك بنفسك، حاول تسوي أشياء تعزز الثقة بالنفس خلال هاي الفترة، بعدها ادخل بعلاقة وكمل حياتك طبيعي، ولا تنطي هذا الشخص فرصة في حال رجع، لأنه أنا أشوف هو منتظر ومراقب حاليا احتمال يتواصل وياك عن قريب. ففي حال تواصل وياك هذا الشخص اللي أشوفه أنه تقطع فورا، لأنه هاي العلاقة توقف القدر عن دعمها، شيء لازم ينتهي، يعني صفحة لازم تنطوي خلاص. هسه قبل ما ننهي القراءة خلي أقولكم الأبراج اللي طلعت لي. برج الحوت طلع مرتين، برج الحمل، عندنا هنا برج الثور، برج الأسد، برج السرطان، وبرج السرطان مرة ثانية. الطاقات اللي كانت موجودة هي طاقات مائية ونارية هوائية ترابية قليلة جدا يعني، بس عامة الطاقات هي كانت نارية ومائية. كل التوفيق لكم برج الجوزاء، ان شاء الله القراءة الجاية اشوفكم بوضع احسن وبحال احسن وتبدأون بدايات جديدة. واتذكروا دائما الحكي اللي قلت لكم اياه بالبداية، حاول تحب نفسك حتى الناس تحبك، لانه اذا انت ظليت بهاي الصورة المهزوزة اللي ماخذها عن نفسك ما راح تلقى الخيار المناسب، ما راح يجيك الشخص اللي انت تنتظره، راح يجيك شخص مثلك يحاول يسيطر عليك ويتعبك فقط. فحب نفسك اولا، وبعدين فكر بالناس انه هي تحبك ما تحبك، يعجبها شكلك ما يعجبها، اهم شيء قناعتك انت بنفسك. كل التوفيق لكم برج الجوزاء. سووا لايك اذا عجبتكم القراءة، اتركوا لي ارائكم.